يا هلا والله شباب، معكم شركيال بشركه كي وجاب لكم فيديو جديد. فيديو اليوم يا شباب جدا حماسي، راح العب بطوله بلعبه كول اوف ديوتي وور زون ضد اليوتيوبرز. بس اول شيء خليني اشرح لكم كيف بدات البطوله. صار حدث جدا ضخم بكول اوف ديوتي وور زون وبلاك اوف كولد وور الاسبوع الماضي، واللي متابعني على قناتي الثانيه سويت بث مباشر وغطيت هالحدث كله. فبمناسبة الحدث حساب كول اوف ديوتي الشرق الاوسط على تويتر نزل اعلان جديد، فجاء اليوتيوبر المهايتي فيرفول سوى ريتويت للاعلان وكتب واو ما في جديد وموسم جديد، مرة متحمس ابي اجلد. فقلت لازم اوقف عن هياطة، سويت له ريتويت وكتبت تجي راس براس ولا بس شاطر تفرض عضلاتك على البوتس. بعدين جاء النشبة اليوتيوبر كليفر سوالي ريتويت وكتب اقول رح اللغز اي ماب زومبي وخلي عنك لهياط بس. بعدين سوالي ريتويت لكليفر اليوتيوبر ليو نهيرو اللي يعتبر من العب اللاعبين العرب بكول اوف ديوتي وورزون وكتب يا الربع طولوا بالكم وانزلوا لي لأفطر عليكم. بعدين جاء حساب كول اوف ديوتي الشرق الاوسط وسوالنا منشن كلنا وقال يكفي تتخبوا ورا الشاشات تعالوا والعبوا ضد بعض. وفعلا كلمونا وجمعونا كلنا في بطولة رح تكون من جزئين، اليوم رح تشوفوا الجزء الاول بالوارزون وعلى نهاية الاسبوع الجزء الثاني ببلاك اوبس كولد وور. طيب في الجزء الاول من البطولة رح نلعب وارزون 4 أيام، كل قتلة وكل فوز عليه نقاط معينة مثل ما شايفينها قدامكم حاليا على الشاشة، وقسمونا فريقين انا وليو نهيرو هالفريق الاول، والفريق الثاني راح يكون فيه كليفر وفيرفول. واللي راح يفوز اليوم راح يفوز باول جزء بس اللي هو الوارزون، لسه في جزء ثاني على نهايه الاسبوع ببلاك اوف كولد وور. بس قبل ما نبدا، اللي متابعني على قناتي الثانيه شفت اني غطيت الحدث بالكامل، فاللي راح عليه البث راح احكي لكم بشكل جدا سريع شو الاشياء الجديده مع الموسم الثالث. في الوارزون نزلوا ماب جديد اللي هو فيردنسك 84، وفي كولد وور مع الوارزون ضافوا باتل باس جديد فيه سلاحين جدد اللي هم البي بي اس اتش سلاح الزومبي الاسطوري وسنايبر K31، وشخصية جديدة باسم ريث بتجي بسكن جدا رهيب بتير 100. وفي بلاك اوبس ضافوا مابين ملتي بلاير جدد اللي هما يامنتاو وديزل. وفي الزومبي ضافوا منطقة جديدة في طور الاوت بريك اللي هي منطقة دوغا، زائد مهمة جديدة، زائد خاصية او فيلد ابجريد جديد بالزومبي اسمه توكسيك جروث، ومركبات جديدة وكتير اشياء جديدة عن القصة راح اشرحها كلها بفيديو منفصل قريبا ان شاء الله قبل الماب القادم. فاي هي كل شيء جديد بكولد وور والوارزون، ولسه راح تجي اشياء بمنتصف السيزن. فاي يلا خلنا حاليا نروح ونلعب التحدي مع بعض. بقول لك اللي في خاطري طال عمرك، انا وفيرفول بنجلدك جلد انت ليو. انا كنت مشارك في بطوله من زمان وانت كنت فيها وبتذكر جبت 60-70 كل في كم جيم، هل هالكلام صحيح ولا زهايمر؟ انا كوجي كي يا بيب. الله الله. طب لو كان شوف على كذا انا راح اكون مزهرية قدامك، بس بعطيك اسلحة، بعطيك فلوسي، بعطيك درع، برمي لك اسلحة اللي تبي. بس شوف شوف انا ما امزح ترى. تنجلد، انا واثق فيرفول قصدي. باذن الله باذن الله. ترى البطولة على بيج ماك، يرحم امك لا تسدها. خلينا وجه اللي قطعنا. اوكي شباب، حاليا معنا اسطورة الوور زون ليو. يا هلا والله ليه. يلا حدد وانا وراك، ومثل ما قلت لك انا اي شيء تحتاجه انا وراك. دام بطولة دام بطولة بننزل هنا، ننزل هنا بعيد عن الناس شوية. اوكي ناخذ سكارف نجيب لود اوت ونبدا نمشي. احد معانا؟ تشوف احد؟ انا مو شايف احد. لا بس اكيد اكيد في حد على البرج على ابراج فوق سنايبر. حلوين. عندك تنزل على هذه يا طول؟ ايه حروا عليها. يلا يلا خلنا نروح ناخذ الجيم. لما ناخذ بيعطونا 2000 نبدا حياتنا من هنا. او شيت والله يا خلطون. تبي تبي واحد جاك من يمينه، واحد جاك من يمين. فاك او شيت والله يا خلطوني، ما اشوفهم. شيت فولنا لفه. يا في البوشز، يا في البوشز، في البوشز.
يلع. انا اسف. تك 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 هوا فلشنا. يا تعال تعال بس تحت تشوف بس تحت تشوف لودات حق يا يا هنا لو خطر على طول ارجع. اي ما عليه ار بي جي 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 قاعد يفجر قاعد يفجر. دونته اه شيت الاثنين شلت الاثنين والله كفو عليه. انت مو حاط يو دي صح؟ مو حاط يو دي لا حاطت ماراثون للاسف. حاط يو دي انا استغربت عشان كذا قاعد تموت ترى. او شيت الله ياخذ والله ما سمعت قدامي الطلقات والله يا خلطت ايش دي. يلا حلو انت انت جبت اظن عدد كويس كلك صح؟ في تيم نازل معي نازلين على هذا نازلين على المكان اللي نازل فيه على طول. اثنين عندي يلا جايك اخذها. سنايبر سنايبر لا لا اوه شت نو هو بس ايزي 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 معي. انا المشكله والله لعبي افضل من كذا بس ما ادري هالايام معرقين زياده الشباب. انزل من عندي من عندي انزل ادخلهم من تحت انا غدره. اوه شت اوه شت اثنين 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 شلتهم الاثنين دبل شلتهم شلتهم. يا لعيب يا لعيب يا لعيب والله يا خلطوني واحد طق قريب او بيجي شفت شفت على طول اول اول ما نزلت تجار بيجي بوجهك شفت شفت معنا تيم ثاني تشوف السياره. اي اي في ناس عندك عندي 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 دي. لا او شت لا اه نايس نايس سكت هناك. احنا بي... ما احنا بعيدين ترى على الجيم الاول اللي فزنا فيه على الاقل مو نفس اخر جيمين. ايه اوه في فول ضدنا وات تبغى نروح نقتله؟ والله وات خلونا نقتله خلونا نقتله يلا زابلين هنا هم الله ياخذهم. أنا لو لعبوا زي كذا كل قيامهم ترى بيفوزون حرفيا. كامبرين؟ يا بشوني 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 او شيت طيحوني. بيبشو اشت دم او نو لعيب لعيب تحت 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 اه نايس 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 يا اخي بشوني والله ما توقعت بشوني. كيف الذبحه؟ هلا والله انا راجعين الكولاك ما عندنا شيء يا رجال. اقول لك انا شايفكم احنا ما معنا لودات ما معنا شيء كذا منتبين يا ولد نركض بس. مين اللي دبل؟ مين اللي دبل؟ طيب وش مراكزكم؟ وش مراكزكم؟ وش انتو؟ انت قل انت اول وش؟ حجر ورقه بقص. يلا يلا حجره ورقه بقص بقص. حجره قل والله حنا مره مخيس. حنا مو احنا جبنا العيد ما بدعنا لقيم. نحن ورا مثلكم مثلكم مثلكم. الزبده حنا توب 2 12 قتله. هيا انتم فايزين فيها انتم فايزين فيها. يلا ابي بيج ماكي الزبده ابي بيج ماكي انا. يا فيرفل لا تعيط. اوكي شباب اندعسنا بالبطوله مثل ما شفتوا. ليو سوى اللي عليه صراحة من كل جيم كان قاعد يدعس بس الـ SBMM صراحة ما أعطاني أي فرصة قاعد يدخلني مع ناس كلام سليم فوق مستواي بشكل جدا كبير. ومبروك الفوز كليفر وفيرفول. يعني كليفر وفيرفول في تيم تبي نخسر؟ نعم نعم فكليفر كليفر زعل علي قال لي تعال تعال تبي فيديو حلو على اليوتيوب قلت له إيه قال لي تعال فوزك. عندي لك يا بشار عندي لك فكرة جميلة. وشي اذا ما قدرنا نفوز بجيم وش رايك نسوي عقاب انا وياك؟ ايوه اشوف انها فكره جميله جدا. ايوه احب اشوف انها فكره جميله احب العقابات انا. اوكي شوف لو ما فزنا الجيم اوكي اقل واحد منا ذابح حتى لو فرق قتله واحده بس راح يحط تغريده مثبته على تويتر مده 24 ساعه والثاني هو اللي يختار. خلاص. انا مبسوط صراحه اني وافقت اني ان اقترحت عليك ان احنا نلعب. أيوة. جيت جيم ما انا مبسوط هذا اللي خسرنا. انا مبسوط لو فزنا خلاص ما في لا عقاب ولا شيء وفزنا والسلام. نعم. عليكم خلاص كل شيء تمام نطيت يا بنا يا رجال بسم الله
ترى بيجون معك 500 واحد لازم تستعجل انطب مع بعض يا بشار. يلا يلا 500 واحد المفروض هم اللي يخافوا مني. كفو الله يستر. بعد ذا الهياط والله بنفطس. حدد لي بالله على اقرب سوق. يلا هي هي قاعد احد. طار طار الغبي طار. كفو كفو سبحان الله. اول نفتح الخريطة والثاني خوي 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 خوي. انتبه انتبه انتبه. ها فنشت الله طفو. يلا يلا بس ارمي لك لود اوت. ها يلا يلا اخذ. كان مكمل سيده. اوه اوه شت انا اخذ جيت. هلب 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 تكفى. طيب جيتك جيتك في سيارة عندي وفي ناس. انا ابغى هلب زيك. دقيقة 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 بشار بشار ما راح اجيك. القم القم بس ذبحته ذبحته. الله عليك في واحد عندي يا بشار ترى بس ما ادري من وين جايك جايك. خل نفقع خل نفقع من هنا. خذت خذت اسلحته؟ لا ذبحته وهربت. في واحد هنا فوق ما عنده لوت. خلنا خلنا نقعد نقعد ذا البيت يا بشار. في واحد فوق نمسك كفر مكانه. يلا يلا كفر يلا يلا. الله ياخذ السنايبر تبعه يا رجال. الله اني حمار جي جي صدق جي جي. لا جي 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 والله استاذ بشار. لا شوف قبل ما تعطي التغريده خلنا نحاول جيم ثاني. يا اما تتكنسل يا اما تصير ضعف. يعني تبي تبي دبل اور ناثينج يعني دبل اور ناثينج. ايوه طيب اسمع بس ترى اذا الجيم الجاي قتلت اكثر منك ترى بتكون تغريده ناريه. الله يستر. نزلوا عنا نزلوا عنا بالشوبر نزلوا عنا بالشوبر نزلوا علينا. اقتل اقتل يا بشار كمل عليه فجر عليه. اكوي مات الثاني. لا ما مات واحد ما في مات. واحد مات. الله عليك. الله شكلها بتنحذف التغريده يا رب. هذول المساكين حطوا لا الله ياخذ بليستك يا ربنا. في واحد 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 بشار. وين 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 جايك؟ اثنين اثنين قتلت واحد قتلت واحد. وراك 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 شار يا اسطورة. ذبحته ذبحته ان شاء الله. ما في تغريدة ما في تغريدة باذن الله. لا 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 في ان شاء الله ما عليه بادي بادي. راح يدخل علينا سامع الصوت. ايوه مات. عندك يا صاحبي عندك. مو بدا مو بدا اللي طلق عليه ترى. بس هذا مات على طول هذا لوحده. اوكي كان في غيره. لا 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 مبدع يا بشار مبدع. اه انتهى الجيم صح؟ في تغريده ولا بد ايه انتهى الجيم. ف انبسطنا مع بعض. تبي جيم ثالث الحين يا اخي انا ما ادري ايش فيني ذا الجيم قاعد افكر في السحور. الحين نحن 0-0 تبي جيم ثالث وخلاص هو اخر واحد الفاصل. ايه ايه الفاصل 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 الحين الحين كان في تغريده مع الجيم الثالث بس ابصر معي الحين. ايه خلاص اوكي شباب. فبما ان الجيم الاخير وخلاص هذا الحاسم غيرنا الماب دخلنا ريبيرث ايلاند. فحاليا اعلى قتلات راح يقرر شو الثاني يكتب تغريده على حسابه مده 24 ساعه. طبعا الريبيرث ايلاند ما يمدينا ندخلها شخصين فدخلنا مع سكواد. دخلوا معنا اثنين عشوائيين. بطب في شو اسمه في السجن بس ام ذا. يلا انا وراك. اول ضحيه دن. على بشار اول ضحيه ضن. طمان الله ثاني ذبحه. والله شكلك تكتب التغريده. روح المكان اللي عاد انا وقتها زين اصلا ذا المكان. مت ولا وشو؟ لا في واحد كان مدمش خلاص مسكين راح يموت. انزلت انا وعطيتها بس طخه ومات. فراح الثاني اللي كان بيقتل عصب علي ولحقني وذبحني. تعال
وهي ذبحه ثانيه. يلا اشوفك مدرعم. ما عاد في الا درعم طال عمرك. انا بمسك الزون يا بشار، ممكن نحاول نفوز، ايش رايك؟ اي يلا، صحيح نحن اعداء بس يعني معليش نتعاون على الفوز. مت، يمديك تجي تريفني تكفى؟ لا لا دقيقة. حاول يا بشار تكفى. اوه انا بالعاصفة شار. انا بالعاصفة. ارجع وريفني بالمرة. تعال. لا 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 والله انا اسف. والله توقعت راح. لا لا كم قاتل انت؟ كم قاتل؟ اكثر اقل منك بس انت سبب موتي معليش. يا كانك تسوي نفسك تدع القم بس. اكتب التغريده بتكتب. بما ان انت سبب في موتي فبدال 24 ساعه راح تصير 12 ساعه. يا حتى شوف، حتى لو ذبحتهم كل اللي في الجيم ما راح يمديك تجيب قتلاتي. اسمع يا استاذ بشار، عادي خلاص بخليها 12 ساعه، امورك طيب. اكتب طال عمرك. طيب اكتب. انا اليوم يا شباب ادركت اني هايط على الشخص الغلط. اسف يا عمي كليفر. يا كليفر استعجل، ما قلت لك ازاي يا كليفر بدون اكتب عمي كليفر. التحدي اكتب عمي كليفر بسرعه. اسف يا عمي كليفر. اوكي غلطه مني وما راح تتكرر. معروف ان العين ما تعلى على الحاجب ومنشني وخلاص. فاي يا شباب هالفيديو لليوم، اتمنى يكون عجبكم، اتمنى نهايه الفيديو لا تنسوا تعطوا الفيديو زر اللايك. ادري كان مستواي شوي طايح بالوارزون بس اللي كنت قاعد العب اول شيء مع ليو، وليو ترتيبه جدا جدا عالي من اللاعبين العرب، فقاعد يدخلني مع ناس جدا لاعبين. بس لا تنسوا على نهايه الاسبوع راح نلعب الجزء الثاني ببلاك اوف كولد وور. انا هنيك لعبي افضل من الوارزون بألف مره، وراح ينضم لنا اليوتيوبر دربحه بالاسبوع الثاني، فاي انتظروا هذاك الفيديو. وبس كان معكم شركيات شركيكيش، كم جهات ثانيه ان شاء الله. مع السلامه.